أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة أوتلوك 2010 والحلقة رقم 5 بعنوان الأسماء. معكم المحاضر عبد العاطي حمدان من قناة إيسوفت التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الكونتاكتس أو الأسماء أو جهات الاتصال. جهات الاتصال عندي الأوتلوك بهذا الشكل، مثلا هو بيكون على الميل الوضع الافتراضي ليه، بيفتح معك على الوضع الافتراضي بهذا الشكل، رسائلك والبريد المستلم والمرسل والكلام ده. طيب انا بدل ما يعني عندي لستة من الناس ببعت لهم رسائل كتير، فهل كل شوية هفضل اضغط على نيو ايميل واكتب الايميل وانا عايز ابعت مثلا الرسالة دي كل يوم لنفس الشخص، او هبعت اكتر من رسالة للشخص ده في نفس اليوم؟ تمام، فده طبعا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ الاوتلوك موفر لك حاجة اسمها الكونتاكتس، ممكن تفتحها عن طريق زر كنترول مع رقم 3 بهذا الشكل. الكونتاكتس او جهات الاتصال زيها زي الموبايل بتاعك، مش في اسماء وجهات اتصال، الاوتلوك برضو في نفس الخاصية كده. احنا فتحنا الكونتاكتس، تعالى نضيف كونتاكتس جديد، بضغط على النيو كونتاكت بيظهر لك بهذا الشكل. هنا الفول نيم الاسم الكامل، بتكتب اسمه وليكن مثلا بالعربي او بالانجليزي عبد العاطي حمدان، الشركة بتاعته وليكن إيسوفت، الجوب تايتل بلاش نسيبها فاضية احسن. تمام، الايميل بتاعه هنا بيقول لك الايميل الاول او الثاني او الثالث لو انت عايز تضيف اكتر من ايميل، وليكن مثلا a.soft محفوظ طبعا قبل كده. هنا هيتعرض بهذا الشكل، هنا طبعا بيظهر لك الصورة بتاعتك بتبقى عاملة ازاي. الويب بيج لو هو مثلا معاه صفحة ولا الكلام ده، وليكن هنكتب صفحة الفيس facebook.com/مغامر.net. الاي ام ادرس اللي هو الياهو او السكايب بتاعك او اي شيء اللي كنت عايز تكتبه. ارقامك هنا رقم التليفون، طبعا بتختار هنا البيانات اللي انت عايزها، ممكن رقم التليفون مثلا 010 كذا كذا كذا. رقم الارضي كانسل، هو هنا بيحدد لك انت عايز رقم التليفون ده في مصر ولا الكلام ده، احنا هنسيبها على كده. مثلا الارضي ممكن تكتب اي شيء وهكذا. الفاكس والموبايل والكلام ده كله. بعد ما بتكتب البيانات بالكامل، لو عايز تكتب عنه ملاحظات وليكن مثلا ده عميل عندي بيشتري مثلا مبالغ كبيرة او ايا كان. خلصت البيانات اللي انا عايز اضيفها هنا بالكامل، عايز اضيف له صورة سيفد بيكتشر، مش عارف في صور هنا ولا مفيش. طيب هات الديسكتوب، نضيف اللوجو بتاعنا اهو كده. ده الكارت بتاعه، ده الكارت بتاع الشخص ده وبياناته بالكامل اهي. خلصت انا كده الامر بتاعي. افرض انا عايز اضيف ايميل اخر، ممكن اقول له ايميل تو، تمام، واقول له مثلا مغامر اضاف عنده a.soft ومغامر اضاف عندي كام ايميل، ايميلين. خلصت البيانات بتاعتي والدنيا زي الفل، هضغط على كلمة save and close يعني احفظ واغلق، او save and new يعني احفظ وهات لي واحد جديد. هقول له سيف اند كلوز، كده اتحفظ عندي واصبح الكارت بتاعه بهذا الشكل، عبد العاطي حمدان من شركه إيسوفت، موبايله كذا بتاع الشغل والبتاع البيت كذا، والايميل الاولاني والتاني وصفحه الموقع وصورته. ده شكل الكونتاكتس بتاعتي. طيب عايز اضيف
الشخص اللي انا هبعت له الايميل للكونتاكتس بتاعتي. يعني هضغط على send and receive، تمام، وهختار الميل علشان يفتح لي البريد، واقول له new email. هنا مثلا انا عايز اضيف الشخص اللي انا هبعت له، يعني وليكن مثلا اي شخص، وليكن احمد at mail.com. الشخص ده انا عايز اضيفه عندي في قائمة الاسماء. اعمله ازاي؟ كليك يمين عليه، عفوا على التو، طبعا لازم يظهر تحته خط بهذا الشكل، كليك يمين عليه واقول له اد تو اوتلوك كونتاكتس. اول ما بضغط عليه بيظهر لي بياناته بهذا الشكل، بكمل البيانات واضغط سيف اند كلوز. طيب انا هغلق بدون حفظ، ومش عايز الرساله دي برضو بدون حفظ. كده انا عرفت ازاي اضيف شخص برسل له الايميل لضمن جهات الاتصال الخاصه بي. طيب تعالى كده نضيف بسرعه شويه كونتاكتس على السريع. نيو كونتاكت، اسمه محمد حسن، كومباني مش مهم، ولا جوب تايتل، المهم الايميل عندي a@mail.com، وبقية البيانات برضو مش مهمة عندي للدرجة. بعد كده بقول له سيف اند نيو، حسن علي، ايميله h@mail.com، واعمل سيف اند نيو. ندى السيد الايميل بتاعها n@mail.com، سيف اند نيو. جنى سالم خليها جيميل عشان تبقى راكبه على بعضها، g@gmail.com، وسيف اند كلوز. اصبح عندي بهذا الشكل الكونتاكتس او جهات الاتصال بتاعتي. طبعا عندك هنا حروف وترقيمات والكلام ده كله، لو ضغطت مثلا هنا او 1 2 3 الف ب، طبعا هنا ايه بيبدأ المفروض هو بيروح للاسماء على حسب الحروف دي، واو ه نون ميم او لام ميم، راح لمحمد حسن. الكاف ما فيش حد، القاف، الفه ما فيش حد، الغين ما فيش حد، الظه والعين هيروح لعبد العاطي. مثلا ايه تاني، الجيم والحاء هيروح لجنى وحسن، وهكذا. طيب انا خلصت اضافة الاشخاص بتوعي او جهات الاتصال بتاعتي، هروح على الميل دلوقتي عايز ابعت للناس دي. هبعت النيو ايميل وهضغط على كلمة تو، بيظهر لي هنا الاشخاص اللي عندي علشان ابعت لهم. هبعت مثلا ل a.soft، تمام، هنا التو دبل كليك عليها علشان يظهر في التو. وفي السي مثلا هبعت لي المغامر، عفوا هنا لو انت عايز تبعت لشخصين في نفس الوقت، انا هنا عايز في السي هبعت، مش راضي يبعت في السي يعني، اهو اضغط على السي راح كتب مغامر. محمد حسن مثلا هنا في البي سي سي راح كتب لي محمد حسن، واضغط اوكي ظهرت لي الاسماء بتاعتي، وابدا الرساله والعنوان وابعت للناس دي، تمام. طيب ازاي احذف كونتاكتس من عندي؟ انا مثلا حسن علي ده انا مش عايزه، اضغط عليه واختار ديليت، تم حذف حسن علي. ندى السيد مش عايزها، ديليت، تم حذف ندى السيد. طيب ازاي اضيف جروب؟ يعني انا عايز دلوقتي اعمل ايه، كاتيجوري للناس اللي عندي، اصنفهم ناس تبع الشغل، ناس تبع البيت، ناس تبع المكتب، ناس تبع الجامعة، وهكذا، تمام. طيب طبعا الناس تبع الشلة الفاشلة دي حاجة معروفة يعني. المهم انا هعمل حاجة اسمها نيو كونتاكت جروب، وهديها اسم وليكن مثلا الشلة، واضغط على سيف اند كلوز. عمل لي هنا جروب اسمها الشلة، الشلة يعني مجموعة من الاصحاب، ربما يكون حد ايه مش فاهم اللفظ من الناس اللي هم بتوع الخليج والناس دول يعني احسن ناس طبعا. عايز دلوقتي اضيف شخص الى الى جروب، يعني عايز الشخص ده احطه في جروب. ازاي اعمل الكلام ده؟ تعال نشوف.
هفتح الجروب بتاعي بهذا الشكل. عندك هنا الممبر وعندك الاد ممبر. انا هضغط على اد ممبر. الاد ده عايز النيو ايميل كونتاكت، هتضيف واحد جديد خالص ولا من الادرس بوك ولا من الاوتلوك كونتاكت؟ لو ضغطت على الادرس بوك هيظهر لك الناس اللي انت ضفتهم. طيب لو ضغطت الاوتلوك كونتاكت برضو هيظهر الناس اللي انت ضفتهم. فهنا يعني ايه الادرس بوك هو نفسه الاوتلوك كونتاكت، يعني اسماء او جهات اتصال الاوتلوك. فانا هضيف مثلا من الادرس بوك هضيف جنى ومحمد وعبد العاطي، واقول له اوكي تمت اضافة 3 اشخاص تبع الشلة، واقول له سيف اند كلوز. كده الشلة فيها كام؟ فيها 3 اشخاص. طيب انا عايز ابعت ايميل للشلة بقى، مش هفضل ابعت لكل واحد وحده، لا انا عايز الايميل كله للشلة. هنتقابل مثلا في مكان في الجامعة مثلا او في اي مكان، او النهاردة عندنا درس خصوصي في الاوتلوك عند مستر عبد العاطي مثلا، يعني هنفشل برضو. المهم هبعت ايميل، اضغط على التو، هنا ظهر لي الشلة. لو ضغطت هنا على التو الشلة كده ايه ببعت لمجموعة من، لو ضغطت اوكي راح اظهر لك ايه البيانات. بس هو كان دامجهم مع بعض، بيضحك عليك ويقول لك دول اسمهم الشلة، يعني هي مفيش اي اختلاف. اغلاق. تعال نشوف بقى حاجة تانية. تعالى كده نفتح الكونتاكتس ونفتح الشلة. انا عايز اضيف ايميل جديد لسه مش موجود اصلا، فانا بضغط على اد ممبر وبقول له نيو ايميل. طبعا دي شكلها غير الشكل بتاع اللي هو الشكل التفصيلي بتاع الادرس بوك او الاوت لوك كونتاكتس. ديسبلاي نيم هكتب مثلا ايه، هكتب مين؟ هكتب خالد حسن. حسن ده معلق معايا مش عارف ليه. k@mail.com اي ايميلات كده وهميه. هنا طبعا الايميل تايب او نوع الايميل اللي هو يعني الاس ام تي بي اللي هو نوع السيرفر يعني، فانت بتسيبها افتراضيا زي ما هي. انترنت فورمات هتخلي الاوت لوك هو اللي يقرر ولا هتعملها تكست ولا هتخليها ريتش تكست، يعني انت نوع النص نفسه هتخليه ايه. فلو انت ضغطت على الاد تو كونتاكت الكونتاكتس هيتضاف الاسماء، لو انت ما شلتها هيتضاف لي الجروب فقط. كده انا بعمل اوكي، هو كده اتضاف لي الجروب وفي نفس الوقت اتضاف الى الاسماء. بعمل سيف اند كلوز ما تنساش. خالد حسن اهو اتضاف للكونتاكتس في نفس الوقت. طيب دلوقتي انا عايز احذف ممبر او عضو من الجروب بتاعي. بفتح الجروب وبختار جنى، خلاص انا الجروب بتاعي هيكون كله اولاد ما عنديش بنات، وبعمل ديليت ممبر او ريموف ممبر. كده خلاص الممبر اتحذف. لو انا عملت اغلاق كده هنا لازم يطالبني بالحفظ، عايز تحفظ التغييرات اللي انت عملتها ولا مش عايز؟ اقول له احفظ. كده انا حفظت التغييرات بتاعتي. طبعا لحد الان احنا كده اكتفينا وشفنا ازاي اتعامل مع الكونتاكت والجروب بتاع الكونتاكت. في شخص ما هيقول لي مثلا انت ما شرحتلناش الموضوع بشكل كامل، يعني انا مش عارف كل الايكونز الموجوده فوق ومش عارف الحاجات اللي هي ايه الرموز دي بتاعت ايه وازاي استخدمها. بقول لحضرتك انت بتاخد اساسيات المراسله، يعني انت بتاخد ليفل 1 في الاوتلوك في الاي سي دي. انت مش بتاخد الاوتلوك المتقدم، انت بتاخد اساسيات اوتلوك يعني ليفل 1، انك تعرف تبعت رساله، تستلم الرساله، تعمل شويه جهات اتصال، تعمل جروبس وهكذا. ده اللي انت ايه عليك تفهمه. لكن مثلا انك تفهم حاجات متقدمة ده بقى مستوى تاني، بس مش متاح في الاي سي دي ال. فانا بدرسك منهج مش بدرسك كورس اوتلوك يعني زي ما بيقولوا من الصفر للاحتراف. بكده يكون وصلنا الى نهاية الحلقة بتاعتنا. ما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا على اليوتيوب youtube.com/accessLearning. هتلاقي عندك قوائم التشغيل اول ما تفتح القناة اللي اسمها A شرطة او داش A soft. بتروح على قوائم التشغيل، بتلاقي عندك قائمة تشغيل شرح برنامج Outlook ICDL Version 5 Office، وفي عندك الإكسل 2010، وفي الأكسس 2010 للمبتدئين، والباوربوينت 2010،
والانترنت اكسبلورر اس دي ال فيرجن 5. وبكده يتبقى ان شاء الله لينا محاضرة واحدة في الاوتلوك، ويكون انتهينا من الاوتلوك. القاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة تاني مرة. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وشير لاصحابك علشان يشوفوا الفيديوهات دي ويستفادوا زي ما انت بتستفيد. قدمها لكم عبد العاطي حمدان من قناة ايسوفت التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.